واهلا وسهلا الكبيدات، كي دايرين؟ بخير، هانيين، لاباس عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. مرحبا باي وحده كتشوفني من اي مدينه واي دوله، مرحبا بك الزين ديالي. ما تنسايش انك الا كنتي اول مره كتشوفيني اشتركي في لاشين ديالي وخلي لي شي كومونتير زوين في حالك. المهم لقيتوني خارجه كما كتشوفوا، لبست هاد العبايه هادي، عجبني اللون ديالها ولبستها، جات زوينه. المهم ماشي ضروري هنايا يعني تلبسي ضروري الكحل، بالعكس تلبسي الالوان. قلت لكم مشينا في الاول، مشينا للسوق الصيني. راه الناس اللي هنا في دبي راه عارفين السوق الصيني، ما شاء الله زوين. المهم ما صورتش لكم اللي كنت فيه، ومن بعد جينا البرج خليفه كما كتشوفوا، تفرجنا شويه في داك العروض اللي كيديروا في الماء. جينا شويه بكري كما كتشوفوا، باقي ما ظلم الحال، الجو زوين ما شاء الله، والناس كيتصوروا فرحانين. هنايا مني بدا داك العرض، شوفوا عفتي واعر، ولكن مني كتكوني هنايا كتحسي بواحد الاحساس في شكل، يعني من غير انه الا شفتي هكا غير فيديو ولا لا، عفتي لحمك كيبورش وحق الله، ومعا كيكونوا دايرين الموسيقى، وواحد الجو واعر بزاف بزاف. البنات كما كتشوفوا هنايا كانوا دايرين واحد الموسيقى، ما قدرتش انني نخليها باش تسمعوها لانها عليها الكوبي رايت، و يعني اليوتيوب ما كيبغيش انك ديري شي اغنيه هكا اللي عليها حقوق الطبع والنشر، داكشي علاش حيدت الصوت. المهم شوفوا كل شيء كيصور البنات، شوفوا البرج كيفاش داير ما شاء الله، عفتي. ولكن البنات بالليل كيكونوا الاضواء، وكتكون واحد يعني كيكون واحد الجو في شي شكل والله العظيم يعني. ولكن حتى هكا في الغروب حتى هو عجبني اصلا. مازال ما حسيتش بالملل والله العظيم، يعني ما حسيتش بالملل، ومازال ما حسيتش بديك الغربه اللي هي ضروري غادي نحس بها، هذه راه حاجه طبيعيه، يعني ما يمكنش انني ما غاديش نحس بالغربه، ما غاديش نحس انه يعني انا بعيده على بلادي وهذه. ولكن حاليا هذه مهمة علينا. ما كنتش ديت لكم يعني البرج كامل كما كتشوفوا، هانتوما البنات كنصور لكم تمنظرات، هانتوما كما كتشوفوا غير هو هنا الغلا بزاف، يعني خصوصا في المول غالي بزاف بزاف البنات. بغيتي تشري حاجة بسيطة خاصك تحطي عليها زبالة فلوس كما كتشوفو هنايا. شديت خويا ومراتو، عجبهم الجو بزاف، كلشي كيتصورو، وكتلقاي بزاف ديال الجنسيات يعني أجانب من جميع الدول. صافي هنايا دخلنا للمول، كنصور لكم هاد البلاصة هادي ديال حوض الأسماك، ما شاء الله يا اختي ما شاء الله. المهم بلا ما نكثر عليكم بالهضره، خليكم مع الفيديو واستمتعوا ليا مع راسكم. Thank you.
البنات شرينا خشي الكلاص زوين ما شاء الله غزال. انا خديت ديال الشكلاط والفريز وحنان خدت ديال الفاني، يوسف خدا عصير. المهم هنا يجينا كنتعشاو، خدينا بيتزا زوينه 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 ما شاء الله، وفي الجنب ديالها كاين الفرماج كيحطوا لك معاها هاد لي سالاد. ايوا صافي البنات هانتوما معايا، صافي كلينا وحنا نمشيو للدار. ايوا صافي البنات مشيت للدار، جبت الماتاريال ديالي. اصلا هاد لاباري شريتها من سوق الصينيه، والصبايغ ديالها والوجيل باش كتحيدي هاد البيرمانو وكلشي. صافي جلست كنصاوب، اول مره صراحه نصاوبو من راسي، جاو زوينين. درت هاد اللون هذا وكما كتشوفوا حسن ما انه تبقاي تصبغي بصبغه عاديه صراحه، مع كنبقى نطيب وداكشي كتبقى يعني كتبقى دغيا كتخسر. اللهم هادو خديت الالوان مره مره، الوان باردين مره مره، غادي نبقى ندير لون وصافي. حسن ما انه كاع نمشي للصالون وهذا، يعني كتضيعي الفلوس غير هكاك. من الاحسن تشري لاباري، شري الصبايغ وتبداي تصبغي، حسن خصك غير تعلمي يكون عندك الماتيريال ديالك، هادشي اللي كاين الزيونات. المهم هنايا صوبت العشاء، درت الروز بواحد الطريقه زوينه ما شاء الله، كيجي لذيذ. شي نهار غادي نبارطاجيها معاكم، الروز بالجمبري، ولكن الروز ركزوا ليا على الروز ما شاء الله لذيذ لذيذ. دابا تشوفيه تقولي راه ما فيه حتى شي حاجه، ولكن لا راه من السماه بشي حوايج عتي عتي، راه كيجي خطير. المهم شي نهار نبارطاجي معكم وصفه، هنا بريزونطيت الطبيصلات ديالي. المهم عجبهم، هذا هو الاساس. وصافي البنات كانت هذه هي النهايه ديال هذا الفيديو، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في ريوسكم، السلام عليكم.